الحسنى فادعوه بها. اهلا بيكم في حلقه جديده من منتج مصري. كل واحد كان بيحلم ان يبقى له حته ارض في بلده تبقى مصدر دخل ليه. انا خدت حته ارض زراعيه هنا، خدت بيت مساحته 200 متر كويسه جدا، مع المستقبل هتبقى احسن واحسن ما شاء الله. يعني الورق جميل جدا ومشروع يعني فوق الممتاز، بس في مناكبها وكل من رزق من رزقي. الوضع هنا بسم الله ما شاء الله ممتاز يعني، وربنا سبحانه يوفق الجميع ان شاء الله. طيب وجميل ما شاء الله، يعني حاجة الطبيعة ما فيش أجمل منها يعني. المكان مكان مبارك. جايين النهاردة إن شاء الله عشان نحصد اللب. الأرض حلوة والترع حلوة وكل حاجة حلوة هنا، وشفنا البيوت شفنا الجامع ما شاء الله. شفت الأرض والأرض حلوة والمرجحة حلوة والأكل هناك حلو وكل حاجة هناك. هذه الأرض اللي من أيام كانت محدش قادر يبص فيها لأنها صحراء، شوف بقت عاملة إزاي بجهد كبير. ممكن اعمل فيها مشاريع تانية، ممكن عندكم مزارع؟ نعم. هو انا خدت مساحة قراط واحد بس من ارضي، دي المرحلة اللي جاية اللي احنا ايه هتبتدي الناس تعملها. خدته ورحت جاي في مكنة تقليب مية، يعني تسحب الماء من المية وترجعها تاني في المية تاني عشان تجديد الاكسجين، وحطيت زرعة سمك ما بيتكلفكش حاجة، لكن لو اكلته يعمل لك انتاج ما شاء الله ضخم. بيقولوا ان بيتكلف مثلا حاجة 20,000، يعني مثلا مبلغ مثلا بيجيب لك مكسب حوالي 27,000 في الست شهور، يعني تعمل لك مثلا 54,000 جنيه في السنه. طب تخيل لو انت عندك اقل من قراط ميه معمول مزرعه سمك وبيدخل لك حاجه 50,000 جنيه، يعني كم في الشهر؟ 4,000 جنيه، اكتر من 4,000 جنيه. وريني وظيفه في العالم تديك المرتب ده. لله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الصحة والجمال لون جديد للحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت ان بيعملوا سبحان الله الطريق اللي على ارضنا طريق دولي، يعني الاسفلت اللي احنا عليه على الارض وبيعملوا مرحلة تانية جنبه عشان بقى الطريق الدولي، طريق وادي الرسولين ساحب بقى طريق دولي. وبيفكروا الناس بقى اللي يعمل بنزيمة واللي يعمل كافتيريا واللي يعمل ايه وحاجات زي كده. كان ناس عرضت عليا ارض جنبها يعني لازقة في الارض، فقالوا لي خدها وكده، قلت لهم لا انا خلاص نويت مش هشتغل تاني، احمد الله واشكر فضل الناس سلمت ارضها وربنا وفقنا على خير. والمهم بصيت لقيتهم بيعرضوا عليا تاني من فتره، فقلت اخدها مش هتخسر خليها وخلاص، وتبقى ده ارض جنب ارض الشركه والحمد لله يعني تبقى ملكنا وخلاص، ومساحه مش 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 كبيره قوي يعني. بعد ما خدتها فوجئت الناس اللي استلمت ارض عايزه تزود والمساحه خلصت، وجئت ناس جديدة زعلانة. انت من انا بقالي سنين بقدم منتج مصري، ده حتى ارض العالمين اللي هي كانت مسافة كبيرة في بدأت الجبل مش على الاسفلت، يشاء ربنا سبحانه وتعالى من الطريق الدولي يعدي عليها ويبقى ما بينها وبين الطريق 4 كيلو. اهم حاجة في اي مكان الطرق والخدمات سواء كهرباء او مية، واهم حاجة بعد كده العمار، الناس تبنى المكان على قد ما الناس تبنى المكان على مساحه الارض على قد ما سعر الارض يغلى. طبعا الارضين اللي واخدهم في العياط وفي الغيوم ارض البحاري النيل. فياخدنا طب الله ده البلد يعني الاقتصاد حالته زي ما انتم عارفين. ايه خلاكم دلوقتي بقيتوا مجديين وعايزين تاخدوا ارض؟ وبصيت لي ان حجم المشاهده ابتدى يقل، لان زي ما تقول انا مثلا تاخرت وما اخدتش ارض، فلقيت ابتدى يعني الناس زي ما يكون حد زعلان مخاصم، تحس كده ان هو جواه احباط. فقلت خلاص المساحه اللي انا خدتها دي اديها للناس وما فيش مشكله، ارض الشركه اللي جنبها ما شاء الله يعني برضو مساحه كويسه. فقلت هديها للناس وبدات اعمل مزارع سمكيه. الفدان اللي انت واخده بحاجه الناس كانت الاول كانت خايفه لان الحاجه تكلفتها رخيصه ليه؟ فكانت قلقانه. بعد ما لقيت الموضوع حقه الارض غبرت وبقى شكلها جميل
وما شاء الله بقى كل حاجه تفرح، وبقى الناس بحس في عينهم كده بالفرحه، واولادهم كده فرحه وامل وحاجات زي كده. فبصيت لقيتهم يعني انت بتعمل مساحه الحوض السمك براد 175 متر، ولو عملت حوض كبير 3 قاريات 500 متر، يعني المساحه يعني الفدان يعملوا يجي 8 طحواق كبار، والحوض عباره عن شويه ميه وتحط فيه سمك يكسب الاف. فالناس زي ما تقول ابتدت دماغها تفكر وتشتغل، وابتدوا فعلا يتحركوا. الناس اللي بتاخد مورينجا ابص الاقي الناس عندك المورينجا المزرعه في الارض تكلفه بسيطه، وانا واخد لها شفت اورجانيك. الاقي ناس جايه من الصعيد ومن اخر الدنيا تاخد المورينجا. طب ما يا اخي لو انت كنت خدت كل واحد من جيرانك دخلته على النت ووريت له من المورينجا المعجزه دي شجره اصلها بلدك. احنا الدكتور ده طبعا مكان مبارك تليم الله سيدنا موسى كان فيه. فتخيل لو انت عرفت ان المورينجا دي اصلها بلدك وانت تتحرم منها، ما تعرفهاش، ملايين ما يعرفوهاش، احنا عددنا فوق 90 مليون ما نعرفهاش. وعشان يحلوا انت يعني حتى لو عايز تصدق افتكر من حوالي 15 20 سنه منظر افريقيا والمجاعة اللي عندهم وجسمهم الضعيف ويتعاصروا مع الناس ويقولوا الحمد لله على النعمة اللي احنا فيها، وتبص تلاقي الناس دي مرة واحدة بقت ما شاء الله اجسامهم. انا عندي احمد شغال معايا من جزر القمر وادريس بيقول هذا طبيخ، احنا يعني هم بيطبخوها الورق الاخضر يعملوها زي الملوخية كده، والبسلة يعملوها زي البسلة كده وياكلوها. فاكلهم شفا، المورينجا شفا اكثر من 300 مرة. فزرعوها في افريقيا بعد ما افريقيا كانت بتاخد ملايين والدول بتعطف عليها تدي لها فلوس، اتمنع ده كله خلاص. ناس بقوا اصحاء، وريني المرض اللي كنت بشوفها. طب احنا عندنا كم امراض قد ايه؟ يعني احنا عندنا فشل كلوي ناس كتيره بتعالج منه، سكر وضغط دي امراض العصر، الفيروس فيه. طب انت لما كنت بتقعد على ده كله هما بيعملوا ايه؟ ياكلوها في الاكل، ويوم ما تنشف من عندهم مش محتاجينها ياخدوا البذر يعصروه، الزيت ده يبقى يطر الجلد ويعالج الاكزيما ويعالج امراض كتيره جلديه، والطفل اللي يتبقى ده يحطوه في شاشه في الميه، الميه تتعقم. طالما الميه اتعقمت يبقى فين الفشل الكلوي؟ ما انت اصلا ميه نظيفه بتشربها، لا فيها كلور ولا شابه ولا فيها اي بلاوي. فعشان كده اتفرجت عليهم. تعالى وريني اي حد جاي من افريقيا تحس ان هو ضعيف، تحس ان هو ما شاء الله صحه جامده بسبب ايه؟ كلوها عملوها اكل وزرعوها في بلدهم، عندهم ارض وعندهم ميه. اما جينا هنطبقها في مصر اللي هي الاساس، تخيل الناس دي كلها تستفيد بيها وتبقى صحتها تمام ومناعتها عاليه، وانت اللي اساس الشجره دي بلدك من ايام الفراعنه ما انتش عارف قيمتها، ما تسمعش عنها. لو انت كلتها بس خدتها اكل عملتها زي الملوخيه كده بس، او شربتها زي الشاي، ويعني تخيل واحد في حاجه اسمها مصر الانفلونزا عشان اللي معايا ياخد في الشتاء ما يجيبش انفلونزا. جرب واحد ياكل المورينجا ويقول انا عندي برد او عندي انفلونزا الا ما شاء الله. ترفع المناعه، حاجه شبه الاكثر وتتمرن. انا عايز كل حلقه تخش على النت وتدور على بحث عنها شو المورينجا، عشان تعرف انت ليه متعتم عليها. نشوف المجموعه دي ونرجع نتكلم تاني ان شاء الله. بتعادل من قرحة المعدة، والحمد لله اخدت المورينجا وربنا شفاني عليها، وده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. كان عندي مشكلة ان انا ما بقدرش اقف على رجلي كتير، وتقريبا كانت املاحه شديدة جدا، وعندي عبد الرحمن كاد ان يكون رحت حوالي 10 دكاترة وغير معلوم السبب، جبسه باينة باينة ما بين ورجليه مش قادر يقف عليها. فاخدت الاورينجا حوالي 15 يوم بفضل الله فعلا، ده مش حد قال لي عليه، لكن انا عشتها طبيعي ولقيتها جابت نتائج ممتازه معايا، ونفس الكلام مع ابني عبد الرحمن بفضل الله. ان انا كنت تعبان انه ازاي اتعالج، لقيته ربنا كرمه سبحانه وتعالى. ويا ربنا بيجعل كل شيء سبب، فكان سبب ان انا خالي المورينجا بعد ما خدت حاجات كتير وضغطات حيوانيه مش عارف ايه وتوعات، خد المورينجا دي بفضل الله لقيتها كلام جميل جدا وسهله وطعمها مش وحش. وهو كنبات المورينجا نفسه نبات انا ما بسيبوش من معايا، يعني انا معايا شنطه فيها البذر وفيها الورق، ما شاء الله ممتازه لهشاشه العظام للانيميا وفيروس سي وللمعده والقولون، ما شاء الله بدون والله بدون
بدون زيادة معايا موجودة كل حاجة ما بسيبهاش منه، مريحة جدا وديتها الناس كتير جدا ما شاء الله، وكانت سبب الشفاء من فضل الله. انا كملت المورينجا بسبب كان عندي مغص في بطني جامد، اخويا قال لي هنستعملها على طول فانا استعملتها، فالحمد لله رب العالمين يعني ما بقاش عندي اي حاجة من بعديها. كان عندي الدكت والحمد لله استعملته والحمد لله. في مبدأ في تناول المورينجا انا كان عندي حموضة في المعدة، كان عندي التهابات في المعدة اساسا لدرجة ان انا عملت اكتر من 17 منظار على المعدة. كنت باخد علاج مضادات حيوية وكده، ودرجة يعني خدوا عينة من المعدة وتحللت لقوا فيه مكروب حلزوني. خدت علاج وقعد فترة قعدت فترة مستريح شوية، بعد كده رجعت نفس الحموضة بدرجة اشد. فواحد زميلي حكالي على المورينجا وكده واستعمالاتها وكده، قلت اجرب. فبدأت جبت اول جرعة الحمد لله من يعني من الاسبوع الاولاني، يعني حتى انا كمان كنت بستعمل فوار للحموضة، كنت باخد 3 اكياس منه في اليوم. من اول اسبوع بدأت ان انا اقل من استعمال المورينجا، بدأت اقل من استعمال الفوار كيس ورا كيس. بعد اسبوع في نهاية الشهر كنت بستعمل المورينجا بس وبطلت الايه؟ عينة تانية من الناس لمصلحة مين؟ وسعرها رخيص جدا. زرعين 200 فدان في الارض للناس، هتسلم ارض مثلا فيها رمان وشيح ومورينجا. المورينجا طبعا الفدان مثلا لو طلع لك بشاير يعني 100 كيلو وده اول سنة لحد 150 طن الفدان. وهيديك رمان مثلا بعد 3 سنين بشايخ، والشاي بيديك من اول شهور. فالارض بقت مانجا موظف خلال الناس. حتى لو الارض بقت الشيح يصرف على الارض ومش متكلف حاجه وعندك فدان سعره بيزيد، وهذا الطريق الدوله هيعدي عليه نعمه وفضل من الله. لحد كده العمل ما انتهاش. مش معنى ان عندك ارض يبقى خلاص، لان الزراعه برضه ما بتكسبش كتير قوي، في مشاريع مربحه وربحها سريع. فنفكر في ايه؟ كنا عملنا مشروع النعام، طب بس النعام بياكل كتير طبعا، بيتكلف في علف كتير وكده. اي نعم مزرعه البشوات بيكسب، بس طبعا مش كل الناس تقدر تكلف. ايه المشاريع اللي ممكن تكسب الناس كتير وفي نفس الوقت تبقى مصدر دخل وما تتكلفش معايا جامده؟ فقلنا حوض السمك. رحنا دورنا على حوض السمك مثلا في كفر الشيخ البورصه وفي كذا مكان، ومجموعه الشباب اللي انتوا طبعا شفتوهم ضيف معايا في الحلقات، فعرفنا ان اللي عايز يعمل انتاج يعمل حوض 500 متر. 500 متر حوض يعمل اطنان. طب الاطنان دي لو كيلو السمك مثلا قول يا عم ب 8 جنيه ولا حتى ب 6 جنيه قول ب 5 جنيه كيلو السمك، وهيعمل له اطنان. يعني انا بضرب 5 طن يعني 1000، يعني على حسب عدد الاطنان، يعني من اول 6 اطنان مثلا ب 35000، طب 10. الراجل لما رحت له هناك قال لي انا مش عارف بعمل، بيكلمني في الحوض لو عملت حوض كبير يجيب لي انتاج 1,050,000. فسمعت رقم كده واتنبهت، ايه ده؟ يعني 1,050,000؟ قال لي ما احنا الارض السمراء دي اللي في قبر الشيخ بيسيبوها بيفحطوها يعملوها يجيبوها حفاره يعملوها حفره، والطين يطلع يعملوه ايه؟ زي سور، ويبتدي يحطوا زراعه السمك. كفايه الزراعه بتاعتها مثلا 1,500,000 سمكيه وفيما فوق او اقل. فتخيل بقى عندك 1,500,000 سمكيه طالعه من حوض كام قيراط، وتبنى لهم حوض كبير وكده. طب ماشي، ظروف البلد الاقتصاديه اللحمه غاليه، قليل الاول هيستعمل اللحم، والفراخ طبعا تعتبر غاليه بالنسبه للظروف دي. ارخص حاجه في البروتين هي السمك، الكيلو ممكن يقضي اسره بحالها وسعره رخيص ومتناول الناس. فالمتوقع ان هو يبقى نمره واحد. طب يا عم عملت ايه؟ قال لك انا كنت بزرع قطن، فلما جيت القطن ما اتباعش. قال لي انا لقيت يعملها هتلمه ومش هجيب حقه، فقلت احرقه، وهتكلم بعصبيه كده. لكن ده بيكسبني. فلما تيجي تحسبها لو حد هيجي يطلع ياخد طن السمك، احنا بنسمع السمك مش ب 5 جنيه، ده السمك من 13 جنيه وانت طالع. بس انا بقول دايما اقل سعر ارخص حاجه، عشان لو احنا حتى عملنا الحوض 500 متر ده قراميط
وطبعا ما بدل ما الناس بيقول لك بياكلوها بيسيبها بتعيش وبتتخن وبتكبر وبتتباع، وحاجه اسمها التعابين ده غالي مش عارف الكيلو بكام، 100 جنيه حاجات. قعدت اسمع كده وانا مذهول. اصلا لو بتكلم مع عالم ممكن يديني بيانات علميه على الورق، لكن لما اتكلم مع راجل صاحب مشروع وراجل فلاح وريفي وبيتكلم ببساطه وبيقعد قدام البورصه ويبيع ويشتري وبقاله سنين ابقى فاهم. وبعدين ناس متدينه، فقعدت طب ماشي، قعدت اتابع ورحت البورصه، فبقيت استغرب لما المساحه الصغيره الايراد ممكن تجيب الالاف دي كلها، امال الفدان لو اتعمل كده يعمل ايه؟ هو بيقول لي بيكلمني في رقم ان هو بيبيع بمليون وخمسين الف بس صرف عليه مش عارف 300 الف ايه، بيحسب حسبته. انا ما شدنيش هو صرف قد ايه، انا شدني ان هو عدى رقم المليون. يعني ايه؟ قال لي اه ما هو الحاجات دي بتعيش وبناكلها كذا وبنعمل. قعدت ابص الاقي يعني اللي مش عايز ياكل سمك مثلا حاجه القراميط ويرمي لها اي حاجه وتتباع. البلطي والاسماك اللي هي البوري قال لك بيتحط ياكل علف حسبتها لقيتها ارباحها جامده. طب ماشي، بس كل ده اهم حاجه في الميه. قال لي انت عارف احنا ليه عملنا الطينه دي ميه؟ قلت له قال لي عشان الميه البحاري. قال لي لان الميه لما بتيجي على الحب تعمل ريم اخضر، والريم الاخضر ده تلت اكل السمك، يعني اكنك بتوفر له تلت اكله. الميه دي فيها اكله. ولو سبته فوق ياكل الريم، ياكل البتاع الخضره اللي طالعه الخضار ده ياكله. فما يموتش. والميه فيها اكسجين. ولو عايز تخليه كثيف زي تكون تطلع الميه كده زي ايه؟ زي رازات تاخد اكسجين وتنزل تاني في الميه تاني. يا اما قلاب بالكهرباء كده لو عايز تخلي الحاجات مكثفه. فلقيتها حاجه ثروه. فبدات لقيت الناس الراجل اللي انا رايح اكلمه واخد فكره عنه قال لي انا هاخد معاك مساحه وتشارك معاك. انت عندك الارض الارض طفله حجريه؟ قلت له اه انا عندي مساحه حوالي 25 فدان او اكتر طفله حجريه مثلا ما مش هتتعبني. قال لي اه. قال لي بقى احنا بنصرف على الارض الصمرة دي كل سنه حفارات مبالغ كبيره عشان الحوض يتحفر، ومبالغ كبيره عشان نبني بيها الحفر والطينه، بعد كده نسيبه شهرين ينشف. لكن اللي عندك ده هينشف يفضل يعيش 100 سنين وما يصرفش ولا حفار ولا غيره. الحاجه الثانيه ان انا هرمي له شويه طينه من الارض اللي قصاد منك الصمرة او اي شويه رمله او سبله في قعر الحوض وخلاص على كده. ومتشكر. مش عايز منك غير الحوض ده ويبقى احنا شيك بالنص، يعني انا بفضل ابقى شيك بالنص. قال لي اه. طب يا عم ماشي. خدت بعضي وانا ماشي انا والشيخ شريف وانا فرحان. عرفت ان انا على طريق صح. مش انا بقى اخش على النت اسال دكاتره، لا انا بقى على الواقع. وقال لي هجيب لك تجار كبار من الصعيد ياخدوا مني عندك الكيمات كلها، لو هتعمل ده انا هعمل ايه بقى؟ قد خمس احواض 500 او 10. طب انا لو عملت الفدان في خمس احواض في 125 حوض. تخيل لو 125 حوض فيهم اطنان كتيره من السمك. يبقى التاجر يجي لك لحد عندك، انت لوحدك ارضك بورصه. مش هتاخد السمك وتبيعه، لا هو اللي هيجي لك لحد عندك ياخده. فقلت كويس. بعد كده بصيت لقيت البط. ما يعني مثلا المستشار محمد جاب مثلا 500 بطايه مفيش وفيات. فانا بحب اشتغل في العمل ما فيهوش مخاطره، لان الفراخ البيضاء ممكن لو الكتكوت وحش او العلف او كذا مشاكله كتيره وكده وامراضه. فممكن واحد يخسر فيه، فانا بدور على المشروع اللي الواحد ما يخسرش فيه. يعني لو عملت الحوض دي مثلا قراميل وصرفت عليها ما اخسرش فيها، ما قتلتهوش هيعيش. ده القرموط انت بتذبحه وتطلع مسارينه ويقعد ثلاث ايام صاحي وتحطه في الميه يتحرك. لان بيقول لك مش عارف في نقطه كده دم في دماغه هي دي اهم حاجه دي ويفضل على عصبه يعيش. طب لما انت فاتح بطنه منظفه وعايش ثلاث ايام، امال لو بيقول لك بيستحمل. فقلت ماشي. وكمان يعمل يخدم على الارض بين الحوض اللي انت بتعمله ده، هو بيخدمه وبيقعد يعمل زي كده زي في الحوض، يعني ترتيبه انه بيخدم على الحوض بحيث يبقى فيه بيوت عشان لما تزرع الدوره الجايه بلطي او تزرع بوري يبقى ما شاء الله الحوض جاهز على هبه السعيد. يعني انا ازرع دوره مثلا ست شهور اعملها قراميط وبيع والدوره اقوم رايح داخل اللي بعدها ايه؟ بلطي او بوري. الارض ده البلطي عشان اكتر حاجه بطلبه في السوق. فقلت ماشي. يعني لو كل واحد عنده حوض. فلقيت الناس اللي عندها فدان زرعاه بيفكر الله، ده انا لو عملت له حوض 500 متر يعني الفدان يعمل 8 احواض، انا عامل له حوض بس واسيب الفدان
وكل حساسات دماغه تشتغل. واللي عايز يعمل له حته مزرعه مثلا 500 متر بدل الحوض ويحط فيها شويه بط، والباشمهندس عمنا عايز يجيب اللي هو المعز الشامي ده لحمه غالي ويتباع مش عارف بقى. كل الناس ابتدت خلاص ابتدت تفكر وتخطط. بعذرك انت ايه؟ انك بس انا مش هعمل اتحمل مسؤوليه. نفذ باقل التكاليف ودي للناس وهات، اهم حاجه يجيب المشتري قبل ما تبدا المشروع. فانا رحت اللي هو المشتري يعني قبل ما تعمل المشروع حتى بتاع البط، رحت للمزرعه اللي بيذبحهم وبيشتروا منك ويغلفهم ويبيعهم. يعني قبل ما تدور على المشروع دور على تسويقه. فبقيت مبسوط خلاص انا كده الدور انتهى. فقلت خلاص يا عم انت يعني يعتبر انت كده الفكره اللي انت كنت بتحلم بيها خلاص ربنا كرمك بيها. لكن سبحان الله لازم تكمل الرحله. الجمعه اللي جايه هتشوفوا فيها الحاجات دي، شوفوا حوض السمك اتفرج والسمك كده بيتنطط مثلا من الارض. لو انت جايب زريعه مثلا، قول مثلا جايب مليون زريعه، تخيل سمكه مثلا طولها قد كده وبعد كده تبقى حاجه ضخمه بتتحرك قدام منك، تنزل الشبكه تطلع لك خيرات تاكل وتبيع، ويبقى في حراس عشان ما يتسرقش السمك من الحوض. حاجات جميله خالص. تخش مثلا اربط البط تباع، تحجز لك مثلا 10 20 بطايه تاكل انت، حاجه انت مغذيها لايدك عارف انها مش واكله سموم. انا جبت بتاع 7 خرفان قبل عيد الاضحى وحطيتهم، طعمه مختلف، حاجه طعمها مختلف وتحس كده ان لها ريحه كويسه. يعني زي ما كل الناس الحاجات اللي بره مش عارف تاكل ايه، تاكل حاجات الله يسهل لهم يعني، وهكذا. يبقى انت بتاكل اكل نظيف وبتكسب كمان. فخلاص ان شاء الله اللي هيتفرجوا على التقرير ده وهيجوا رحله بتاعت يوم الجمعه ياخدوا المساحه الباقيه الصغيره اللي احنا ايه اشتريناها وهنديها لهم. عسى الله يسعدهم بيها ويوفقهم ويبقى مصدر دخل ليهم، ويبقى مكان منتج مصري ده مكان ما شاء الله مصدر دخل لاسر كتيره ويبقى منتجع. تعالوا نشوف التقرير ان شاء الله بتاعنا ونرجع نتكلم تاني ان شاء الله. اتفرجت على الارض وشفت البيوت اللي اتعملت هناك ولقيت كل حاجه زي ما قالوا، وشفنا شبكة الري والارض مزروعة بسم الله ما شاء الله. لما يجي ويلاقي الناس على ارض الواقع وكده فمش هيخاف، هيتوكل على الله. شفت المعام وشفت الارض هناك وعلاوتنا والارض جميلة. الواحد يتمنى من زمان يعني ان هو في ارض زراعية كده خضرة. الوضع هنا ما شاء الله كويس. يعني سمعنا منهم كلام اول مرة نسمعه، بس مش معنى اول مرة نسمعه ان هو جديد عليه، لا يعني كلام حقيقي. الناس دي بتتعامل مع الواقع، بتتعامل مع الحقيقه، بتتعامل مع الارض. يعني شفت الارض كويسه، والارض ان شاء الله في المستقبل الجاي هتحلو، وطبعا الميه وهتبقى كويسه ان شاء الله. ازرع فيها انا واولادي ويبقى مستقبل لنا انا والعيال. وحاسين ان هيجي منها خير كتير. انا كنت متخيل ان الارض صحراء وهيتعمل فيها مجهود كبير عشان تزرع وتستطلح وكده. وقتين 9 حلولين نزرعهم انتلوب كويس قوي، والارض مزروعه والارض ان شاء الله باذن الله هتكون مستقبلها كويس. ده البيت النعام، ما كنتش جاي عشان الارض، انا جاي ابص على النعام واشوف الدنيا فيها ايه واتعاقد على النعام. بس الحاجه ما عجبتني الارض. انا جيت وشفت الشقه حلوه والمنطقه حلوه. احنا تعبنا مع الشيخ ايهاب على حتة الأرض دي الحمد لله. الأرض هنا كويس جدا، من السنة اللي فاتت للسنة دي مختلف تماما في الحاجات المزروعة، في الري، في الحاجات اللي احنا شايفينها. يعني كمستثمر بتلاقي أرضك فيها مراعية بالنسبة للزراعة والري والحصاد والجمع. غير ان هي الزراعة، غير مشاريع النعام، غير مزارع تانية زي الدواجن ومزارع السمك. فبتمنى ان هي ربنا يوفقنا ان شاء الله وكل الناس تتشارك معانا وتدخل في الحاجات الكويسة دي لنهضة بلدنا بإذن الله. احنا الحمد لله شفنا الأرض وطلعت حلوة وان شاء الله نشتريها، وان شاء الله ناخد فيها ونزرع فيها عنب ورمان ومرنجة ان شاء الله. هنا عاملين لنا فطار جماعي وشفنا الارض اتغيرت كتير جدا، ونحب الناس كلها تيجي تاخد زينا كده. الزرع بدا يطلع واصبح جميل، وفي مشروعات المعام كترت اصبحت اكتر من مشروع، 3-4 مشاريع للمعام، وفي اراضي مخصصه للمواشي واراضي مخصصه لمزارع الدواجن، وفي المباني في تقدم
زادت عن الاول بكتير. ده اول برج حمام اتعمل في قرية وادي الريان. البرج ده سعته 1500 جوز حمام. ولح نعمل برج برضه تاني في القرية. هنعمل ايه ست بيوت في الناحية التانية. وشوف الناس الجدية يعني والحمد لله. حمامات. ودعنا في الارض بتاع المسجد. خططنا الارض حرتناها خططناها وزعنا السباخ. الشبكة كلها مرمية على الارض. لان انا حلمت انه يبقى لي حتة ارض. ولكل واحد في بلدنا يبقى له حتة ارض. يقعد في وسطيها وعياله. ويأكل من غيرها. ويسعد بيها. كان حلم صعب. كان كل واحد بيتمنى الحلم ده يفوق على صدمات. يا اما مشاكل في الارض ما عندوش خبرة فيها. يا اما ناس تضحك عليه ويلاقي الارض مش بتاعته. يا اما بعد ما يتعب فيها ما يلاقيهاش بتاعته. احنا قلنا ان عرش الارض هيبقى واقف لله. فعشان عيالك وعيالي ما ينسوش لما نيجي احنا نتوكل على الله والسلام عليكم نيجي معدنا يبقى ما ينساش. معروف ان الارض عرش دخلها واقف لله. عشان ربنا يبارك لك في الارض. وما ممكن متخيل اللي ينجح الناس زي حالاتنا ما بيعرفوش في الزراعه. يمكن عشان الوقت ده. احنا كنا نحلم ان الارض تبقى على الطريق الدولي. ارض بتروي بحاري. ومزروعه كذا كزرعه ويبقى فيها مشاريع وكمان تبقى انت على الطريق الدولي يعني ممكن كم متر من عندك يبقوا كافيتيريا ولا يبقوا اي تبقى تساوي. وطبعا طالما طريق دولي يعني جميع العربيات اللي جايه من اتجاه جيزه والصعيد والفيوم كلها هيعدي عليك. يعني ممكن تبقى عامل زي طريق مصر اسكندريه الصحراوي. شفت ربنا باركك وكرمك قد ايه؟ فوجئت باخت بتقول انا يعني عايزين نغير الاسم غير الاسم. يعني احنا شاطرين قوي. احنا ربنا اللي بارك لنا ونجحنا. لولاش كانت النيه ان فيها الوقف ما كانش يحصل الكرم ده كله. احنا قلنا في البدايه اللي فيها لله ما تغرقش. معظم الناس اللي جايين ما بيعرفوش يزرعوا. والشيخ احمد والفريق اللي في المزرعه اول شيء مسؤوليه الارض. حتى لما لقينا الناس هتصرف على الارض على الرمان اكتر من 3 سنين والمرنجه سنه فكرنا نزرع لهم شيح عشان نوفر لهم مصاريف الارض. عشان حتى يبقى الارض تعمل له محصول من غير ما يصرف عليها. تفتكر لو كان في واحد نيته مش كويسه وكان جه قال الارض دي انا مالي اصرف على مستلمتك ارضك وارضك مزروعه فيها الخير كله خلاص راعيها انت. وده يستثمرك وده يستغلك وده يدفعك زي ما كان بيحصل مع الناس. ما كنتش دلوقتي تعبان؟ انا عندك ارض بتاعتك ومزروعه خيرات ربنا وما بتصرفش عليها جنيه. بل على العكس بنصرف منها الخير. ولو حفرت فيها حفره حطيت فيها شويه سمك بقى عندك منجم سمك. حوطت شويه سور وعملت له كام عرق خشب بقى عندك مزرعه بط وفراخ. ايه تاني؟ ايه خيرات وكرم من الله عايز اكتر من كده؟ كنت اتمنى ان الناس يقولوا انا كنت الاول عامل عقد مع الناس اللي بيجي يعمل على الارض بيكتب عقد وقف ان العرش ارض وقف لله. فكان بقى ايه يعني كله بيمضي عليه فسبت اول فخلاص ارجع في العمليه دي نيه قالوا حتى الورق ده مش ملزم مش قانون احتاج الوقف دي هي نيه ولازم الواحد يبقى نيته خالصه لله عشان ربنا يبارك له. فيا ريت ان احنا نفتكر ان اللي بارك لنا واللي نجحنا ربنا. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته يا رب يا صاحب الأسماء العظيمة يا رب يا عظيم الكرم يا عظيم الفضل يا عظيم الرزق يا عظيم الستر يا بر يا تواب. افتكر الله أسماء الحسنى تعرف ان أسماء الله الحسنى فيها اسم الله الأعظم اللي يدعي ربنا بيه لازم يستجيب له. يعني الواحد قال يا رب دخلني الجنة وقال كل اسم من أسماء الله كذا مرة ودعا ربنا بيه وربنا من عليه واسمه وعرف الاسم الاعظم فيهم ودعا خلاص يبقى كده كسب الجنه. لو قال يا رب اغنيني ودعا الاسماء الحسنى ربنا كرمه واستجاب له باغاني. لو طلب من ربنا الرضا والسعاده في الدنيا وفي الاخره وربنا سبحانه وتعالى قال ربنا يرضيك في الدنيا وفي الاخره ويسعدك برضه بالاسماء الحسنى. عشان كده في بدايه حلقتي كنت دايما برتبط بالاسماء الحسنى. انا راجل مش خبره في الزراعه ولا في الاعلام ولا في التجاره ومع ذلك ربنا نجحنا. الشيخ احمد اللي عنده خبره في الزراعه راجل مهندس زراعه وخبره ما شاء الله واخ فاضل محسوب على خير ربنا يكرمه يا رب وراجل بيحب الحق وانا بحبه بصراحه. ده اللي ماسك لكم ارضكم والناس اللي معاكم برضه ناس محترمه.
قد ربنا كمان عليك بناس او شقلك بناس على قد مثلا لو انت اتغيرت وقالك حد وحش وضرك ما فادكش كنت تعمل ايه؟ حتى الناس رزق، كل حاجه رزق. كنت تحلم ان الارض بتاعت وادي الريان تبقى على الطريق الدولي؟ اللي هيجي رحله الجمعه الجايه هيشوف الارض على الطريق الدولي، لا وبيسافروا توسعوا الاسفلت ولا لا؟ وتاكد بنفسك، ساعتها هتعرف ان اللي فيها لله ما تغرقش. تعال نشوف التقرير اللي هو بتاع الاعلان، الاعلان ده هنحطه في كل القنوات عشان الناس كلها تفرح لك وتدعي لك، وياخدوا المساحه اللي باقيه يعني. في قنوات كتيره عشان خاطر المشروع كل الناس تشوفه وتطبقه. والمساحه اللي باقيه تخلص وخلاص على كده. وان شاء الله اشوف مزارع السمك والبط والفراخ. هنركز على مزارع السمك ونشوف الاعلان ده ورايكم ايه فيه ونرجع تاني ان شاء الله. الاسماء الحسنى فادعوه بها. اهلا بيكم في حلقه جديده من منتج مصري. كل واحد كان بيحلم ان يبقى طيب وجميل ما شاء الله، يعني حاجه الطبيعه ما فيش اجمل منها يعني. المكان لما كان مكان مبارك. جايين النهارده ان شاء الله عشان نحصد اللب. الارض حلوه والترع حلوه وكل حاجه حلوه هنا، وشفنا البيوت شفنا الجامع ما شاء الله. شفت الارض والارض حلوه والورده حلوه والاكل هناك حلو وكل حاجه هنا. ادي الارض اللي من ايام كانت محدش قادر يبص فيها لانها صحراء. شوف بقت عامله ازاي. جهد كبير. ممكن اعمل فيها مشاريع ثانيه؟ ممكن. عندكم مزارع النعام؟ هو انا خدت مساحة ايراد واحد بس من ارضي. دي المرحلة اللي جاية اللي احنا ايه هتبتدي الناس تعملها. خدته ورحت جاي في مثلا التقليب مية، يعني تصعب الماء من المية وترجعها تاني في المية تاني عشان تجديد الاكسجين، وحطيت زرعة سمك. ما بيتكلفكش حاجة. لكن لو اكلته يعمل لك انتاج ما شاء الله ضخم. بيقولوا ان بيتكلف مثلا حاجة وعشرين الف. يعني مثلا مبلغ مثلا بيجيب لك مكسب حوالي 27 ألف في الست شهور. يعني تعمل لك مثلا 54 ألف جنيه في السنه. فتخيل لو انت عندك اقل من ايراد ميه معمول مزرعه سمك وبيدخل لك حوالي 50 ألف جنيه. يعني كم في الشهر؟ 4000 جنيه، اكثر من 4000 جنيه. وريني وظيفه في العالم تديك المرتب ده. لله الاسماء الحسنى تدعو. مستنيكم الجمعه الجايه ان شاء الله. عندكم التليفونات والرحله من الجمعه الجايه اتفرجوا عليها. اللي عايز مزرعة سمك اهلا وسهلا. اللي عايز يبقى صاحب مشروع في بلده او ارض اهلا وسهلا. المساحة مش كبيرة. ويا ربنا يتمنى وتنحق ان شاء الله. السلام عليكم.